الشمال وفي اليمين، لكن تاخذ راحتك ما تسجل. يعني هذه الراحة سلبية، هذه الراحة لا تأتي بثمارها، وبالتالي يريدون النقاط بالهدف العرضية، ولكن كانت غريبة وكان قريب منها هو حارس المرمى كيران كومار حارس مرمى نيبال في الكرة التي كانت في العمق، التي جابت في العرض من جانب المنتخب الأردني الذي يسعى في البداية لإدراك الأهداف، ولكن هنا التدخل وهنا اللعبة من جانب اللاعب يزن عماد وتدخل على حارس المرمى أثناء عمل الكرة، وبالتالي خطأ وكرة اللعبة الآن محاولة في بوادر هجوم أردني وفي بوادر رغبة أردنية في هز الشباك، لكن لحد الآن لم تأتي الخطورة. 7-8 دقائق لم تأتي الخطورة على مرمى كومار كيران، وبالتالي هنا السقوط للاعب نيبالي وسقوط في أرضية الملعب الآن للاعب منتخب نيبالي أنجان بيستا. إصابة بيستا في هذه الكرة المشتركة مع لاعب المنتخب الأردني علي علوان، وخطأ وإصابة للاعب أنجان بيستا صاحب هدف من الأهداف التي سجلت في المباراة الماضية. بيستا ورقة يبدو هي رابحة بالنسبة للمدرب النيبالي عبد الله الشلاحي في يزج في أساسيا بعدما كان احتياطيا في المباراة الماضية مع الصين التابي سين تايبي، وبالتالي نتمنى لك كل التوفيق. يعني للمرة الأولى الكويتيين مع النيبال في هذه المباراة، لأن ولدهم موجود في قائمة الطاقم الفني وعلى رأس الطاقم الفني هو موجود عبد الله الشلاحي. كل توفيق وأمنيات النجاح والاستمرار تكون هذه المحطة الأولى، وبعد ذلك تأتي العروض إن شاء الله إذا حقق نجاحات مع المنتخب النيبالي بالأدوات المتواضعة بالنتائج التي نشوفها الآن، فأعتقد هي جيدة إلى حد ما، ونتمنى لك كل التوفيق. شيء جيد، هذه خبرات، هذه ممكن في من يوم الأيام إحنا نستفيد منها. هكذا الاحتكاك مع العالم الآخر مع الآخرين تعطيك خبرة أكثر عندما يستدعى في تشكيلة، يستدعى في بطريقة ما إلى القيادة القيادة الفنية في منتخبنا الوطني. ممكن ذلك بعد مضي فترة من المحاولات واكتساب الخبرات في القارة الآسيوية. كرة ملعب الآن وتسديدة، ولكن أبعدت على طول، تكتل دفاعي. هكذا يلعب هو المنتخب النيبالي أمام الأردني بإمكانياته بمحاولاته، وكرة ملعب الآن في الأمام، محاولة لعمل كرة مرتدة، ولكن يبدو فيها خطأ. هم عارفين الأردنيين، هم يخشون الارتداد السريع اللي يمتاز ربما فيه المنتخب النيبالي، وبالتالي هنا تدخل قوي من جانب المنتخب الأردني ولاعب منتخب الأردن في اللعبة الماضية حسان حداد، وبالتالي خطأ وكرة اللعبة الآن مقطوعة في الجهة اليسرى محمد الدميري، وكرة اللعبة مرة أخرى لمصلحة منتخب الأردني. يعني هم يلعبون 4-3-3، بس أنا شايف بدأ يعتمد على ثلاثة في الخلف، وبالتالي الكل في حالة هجوم. هو المنتخب الأردني يحاول أن يأتي بخطورة، لكن 11 دقيقة أنا شايف أن كيران كومار حارس مرمى منتخب نيبالي مرتاح تماما. أحيانا في فرق تحتاج إلى فرق تعادلها القوة لتخرج كل إمكانياتها، وبالتالي هكذا ممكن أن يحصل مع المنتخب الأردني، لأن لا يرى بمنتخب النيبالي فريق يضاهيه، فبالتالي لا يخرج كل إمكانياته، لكن هذه معضلة لابد أن يحلها المدرب، لأن لابد أن تحصل النتائج الإيجابية وبأريحية من هؤلاء من هذه الفرق حتى تدخل في المباريات اللي الصعبة بأريحية أكثر. وكرة ملعوبة الآن، محاولة موجودة أردنية، تستمر استحواذ أردني، لكن أهداف لم تأتي من المنتخب الأردني، ومحاولة وتدخل، لكن برافو روهات شاد في الكرة الماضية، وبالتالي يبعد على طول
كرة اللعبة إلى جهة اليمين أردن بيحاول بالكرات العرضية بينوع لعباته وفيصل بافيصل وكرة داخل المنطقة وبحاول علوان علوان بيحاول فيها في الكرة الماضية علي علوان وكرة عالة مرة أخرى لمصلحة محمد دميري ولكن فيها خطأ لمحمد دميري خطأ على اللاعب النيبالي جامبيستا وبالتالي خطأ لمصلحة منتخب الأردن. هذه الإعاقة للظهير الأيسر محمد دميري بالنسبة للمنتخب الأردني في الكرة الماضية. الكرة الثابتة الآن تبقى في منتصف الملعب بالنسبة للمنتخب الأردني في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول. نقترب مشاهدينا الأعزاء متابعينا عبر كويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء وأحداث أيضا هذه التصفيات المباريات المتبقية في استضافة لهذه المباريات بسبب جائحة كورونا. تم الاستعانة بالكويت في استضافة لهذه البطولة وكل المباريات على استاد جابر الدولي وكرة ثابتة وصلت ثابتة بيد حارس المرمى كيران كومار. إذا استمر كيران كومار يستلم الكرات العالية بهذه الأريحية فلن يقترب المنتخب الأردني من أول أهدافه. لابد أن يكون هناك هجوم وأن يكون هناك شدة وهناك رغبة وهناك شراسة نحو الهدف حتى تبلغ المراد أو يبلغ المنتخب الأردني المراد في 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 محاولاته. كورلان الفريق الذي لقبه اللي دائما الفريق النشامة كيف أدائهم راح يكون في قادم الدقائق أمام المنتخب النيبالي وأيضا في مواجهة المنتخب الكويت لأن مبارياتهم القادمة ليست بالسهلة. تكلم عن منتخب الكويت وهو المستضيف لهذه هذا التجمع وبالتالي عنده خبرة كبيرة في 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 المواجهات مع المنتخب الأردني وإن كان الأداء المتواضع أمام المنتخب الإسترالي لكن قد يستعيد ذاكرة الفوز قد يستعيد ذاكرة التألق أمام المنتخب الأردني. هذه يستمدها من تاريخ الكروي الممتد لسنوات في منافسات الآسيوية. كرة ملعوبة الآن فيصل بيلعب جهة اليمين البحث عن كرات عرضية وبحث عن خطورة على المرمى وهذه كراتهم العرضية لكن لا تصل أماكن خطرة لا تصل لفيصل أيضا يزن العمات علي علوان لحد الآن ما في خطورة للخط الأمامي بالنسبة للمنتخب الأردني. كرة في نص الملعب يحاول يمر يحاول يسدد أوه حلوة اختار أنه يسدد على المرمى بشكل مباشر. كومار برافو كيران كومار يتلقى تسديدة قوية بشكل مباشر بلا ترجع وتردد من اللاعب بالقدم اليسرى. حقيقة لاعب المنتخب الأردني بالقدم اليسرى بيسدد بشكل قوي حقيقة اللاعب علي علوان في اللعبة الماضية وبالتالي أو أعتقد هو صاحب القدم اليسرى موسى سليمان النعيمي والنعمري هو الذي سدد الكرة الأخيرة وبعدها وكرة لعبت ومحاولة داخل المنطقة ولكن أبعدت وعادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأردني. عرضية والرأسية يبحثون عن كرة وبالتالي إلى مع علوان وبالتالي لازلت الكرة والتصدي مرة أخرى بيلعبها على طول والرأسية جت اليمين لكن أبعدت إلى خارج الملعب ضغط أردني الآن متواصل بعد الكرة بعد التسديدة بعد المباغتة على مرمى المنتخب النيبالي وأبعدها بشكل رائع من جانب كيران كومار حارس مرمى نيبال وكرة ومحاولة ولكن الابعاد وعادت الكرة الآن النيباليين حاولون سلاحهم الوحيد هو الكونتر اتاك الكرة المرتدة السريع لكن هذه تحتاج إلى أيضا إلى مهارة لكن يبدو الأردنيين أحكموا سيطرتهم أحكموا محاولاتهم وسكروا على النيباليين كل المنافذ الكرات المرتدة وبالتالي كرة مقطوعة الآن عادت في الجهة اليسرى لمصلحة محمد الدميري وكرة اللعبة على طول في جل يسرى إلى علوان علي علوان إلى الدميري الدميري بيلعب له كرة على طول عالية داخل المنطقة لكن أبعدت على طول من جانب باكاش كواس وكرة مرتدة الآن نيبالية الارتداد السريع حاول يبحث عن خطأ أي لمسة يبحث فيها عن خطأ النيباليين في سومان لاما في الكرة الماضية ولكن كرة ما فيها شيء. حكم المباراة أيضا الماليزي محمد يعقوب
أمير موجود وقريب لتجيدة وقريب من كرة الماضية وكرة اللعبة الآن للأردنيين وكرة ومحاولة موجودة من جانب يزن العرب وبالتالي الكرة لا زالت للروابدة نور الروابدة وكرة اللعبة جهة اليمين ومحاولة للتقدم بعمل كرة عرضية ولكن يبدو فيها خطأ لمصلحة لاعب المنتخب الأردني موسى سليمان. موسى التعمري في الكرة الماضية وهذه التسديدة أبرز الكرات وأخطرها كانت للمنتخب الأردني وكانت لقطة رائعة جدا من حارس المرمى كيران كومار لكن القدم اليسرى لموسى التعمري كانت رائعة وكادة أن تأتي بأولى أهدافهم أولى كراتهم بعد التوقف يعني آخر مباريات رسمية للمنتخب الأردني خاضها في 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 شهر ديسمبر 2019 يعني تقريبا سنة ونص قبل جائحة الكورونا بشهرين أو ثلاثة وكرة اللعبة الآن ثابتة ولكن أبعدت من الدفاع النيبالي والتدخل من أناتا التي حولها إلى خارج الملعب يعني تماما وضعية المباراة وخطورة المنتخب الأردني ولكن كل شيء قائم كل شيء وارد في كرة القدم يعني هو يقول بالمؤتمر الصحفي كذلك وكرة اللعبة الآن على طول ركنية ومحاولة لكن الإبعاد من جانب الدفاع النيبالي توصل الكرة واضحة الحين في هذه أثناء المباراة أصبحت هي كرة المنتخب الأردني هي سيطرة أردنية هي محاولة أردنية هي أجواء أردنية هي فرص أردنية لكنها أخطرها هي واحدة أردنية للاعب الذي سدد من مسافة بعيدة صاحب القدم اليسرى موسى سليمان التعمري بسدد بقدم اليسرى وبالتالي أبعدها بصعوبة حارس المرمى هذه التي يعني تذكر في 19 دقيقة التي مضت من زمن شوط المباراة الأول مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر كويت الرياضية التي تغطي كل مباريات التي تستضيف الكويت هذه المجموعة المجموعة الثانية التي تضم أيضا في جانب نادي الجانب المنتخب الأردني والنيبالي منتخبنا الوطني وكذلك الاسترالي والصين تايبي لكن في هذه الجولة منتخبنا مريح ما يلعب الجولة القادمة راح يكون في مواجهة المنتخب الأردني ولحد الآن الأردنيين بأدائهم بهذه الطريقة ويحاولون أن يأتوا بأهدافهم العرضية وعلوان يمرر لكن أنانتا هو الذي يتدخل أنانتا في الكرة الماضية وبيمنع كرة علوان الرائعة جدا العرضية التي كادت أن تأتي في مكان مثالي لزميلة لكن تدخل أنانتا كان في الوقت المناسب وبالتالي الكرة الآن الثابتة اللعبة على طول حسان حداد في العمق ورأسياتهم وكراتهم في العمق لكن لم تأتي أولى أهدافهم في هذه المباراة كثرت ركنياتهم الآن ركنية أخرى في الجهة اليسرى لمرمى الحارس كومار كيران وبالتالي هناك حسان حداد من ينفذ الركنية للمنتخب الأردني وشايف أن المنتخب الأردني بهذه الطريقة يقترب أكثر من أول أهدافه في هذه المباراة هو الأقرب بهذا الضغط هو الأقرب بهذه المحاولات هو الأقرب كرة لعبة حداد الركنية لكن برافو الدفاع دفاع دينيش بيشيلها على طول مدافع النيبالي لكن عادت الكرة في الجهة اليسرى ومحاولة اليمنى وتدخل ما فيها خطأ المساعد كان قريب وحكم المباراة أيضا قريب والضغط العالي موجود ومحاولة موجودة ولكن سقوط وعدم التركيز في الكرة الماضية وسقوط اللاعب الأردني الضغط العالي كثرته بهذه الطريقة لإبراهيم سعادة وبالتالي الكرة في النهاية لمنتخب النيبالي هذا إبراهيم سعادة هذا اللي حاول في الكرة الماضية الضغط عالي عام للمنتخب الأردني ويريده يعني فارق يعني إمكانيات فارق الرغبة في والطموحات بين المنتخبين واضحة في هذه المباراة لكن النيباليين صامدين لحد الآن تكلم عن 21 أو 22 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول
في صمود نيبالي أمام المنتخب الأردني اللي يحاولون وبيمرون وبيمر وحاول وبالتالي الكرة وين؟ إلى ركلة جزاء، إلى ركلة جزاء، صادهم موسى سليمان التامري بركلة جزاء في التوغل الأخير، وبالتالي حاول داخل المنطقة والإعاقة بهذه الطريقة. أوه، هدف قد يكون متاحا الآن من ركلة جزاء بالنسبة للأردنيين عن طريق هذا الخطأ، هذا الخطأ حاول روات تشاند إيقاف اللاعب الأردني موسى سليمان التامري في هذه الطريقة، ولكن ارتكب الخطأ، ومما أعطى حكم المباراة احتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 22 لمصلحة المنتخب الأردني. وبهاء فيصل من ينفذ الكرة الثابتة وركلة الجزاء بالنسبة للمنتخب الأردني، فرصة متاحة للمنتخب الأردني أن يسجل أولى أهداف في هذه المباراة، وبالتالي عن طريق فيصل سبق وأن احترف في الكويت، هذا حقيقة بهاء فيصل، لكن لم يدم كثيرا، لم يجلس كثيرا في الدوري الكويتي مثل عدي الصيفي، موجود في قائمة البدلاء. جول يسجل من خلالها، بيسجل من خلالها بهاء فيصل، أول أهداف المنتخب الأردني. بهاء فيصل ويتنفس هو فيتال بورك ليزمن الصعداء في هذا الهدف، وبالتالي هذا التقدم الأردني الآن في هذه المواجهة أمام المنتخب النيبالي. إذن أول أهداف من ركلة جزاء، المنتخب الأردني يأتي بأول أهدافه في أول مبارياته بعد التوقف الذي تم لأكثر من عام ونصف تقريبا بسبب جائحة كورونا، أول مباراة رسمية وأول هدف رسمي يأتي للمنتخب الأردني بإمضاء المهاجم بهاء فيصل، وبالتالي المنتخب الأردني يتقدم على نيبال بهدف لا شيء بركلة جزاء احتسبت بعد إعاقة اللاعب موسى التعمري من قبل اللاعب روهت تشاند الذي كان يحاول إمساك اللاعب داخل منطقة الجزاء، وبالتالي ارتكب الخطأ. الأردنيين الآن متقدمين وهم الآن يحاولون في هذه الكرة، وبالتالي أيضا التعمري وهناك بطاقة صفراء، هناك بطاقة صفراء للاعب نيباري في سانتوش في الكرة الماضية، إعاقة واضحة من الخلف للاعب موسى سليمان التعمري، أكثر لاعب أزعجهم هو اللي مزعج هذا التعمري بتسديدة بتوغل من الخلف، وسبب من خلالها ركلة جزاء وتقدم المنتخب الأردني، وكراتهم العالية غير ناجحة لحد الآن، خطورتهم بالكرات العالية غير ناجحة حقيقة المنتخب الأردني، لابد أن يكون هناك تركيز أكثر في الكرات العرضية وفي الكرات العالية حتى تكون الاستفادة كاملة من هذه المحاولات. وبالتالي هناك إصابة للاعب النيبالي وروح رياضية أيضا من جانب اللاعب الأردني مع اللاعب النيبالي الصغط في أرضية الملعب، هو اللاعب كواس بالاحتكاك مع أيضا اللاعب التعمري، لاعب جيد حقيقة، هو لاعبين مميزين اللاعب في هذا الشوط، أنا أتكلم عن هذا إن اللاعب في هذا الشوط يعني موسى لاعب جيد سبب الهدف تسديده على المرمى، عمل أداء رائع حقيقة في وسط الملعب بالنسبة للمنتخب الأردني. إذن هذا طبعا بهاء فيصل صاحب الهدف الوحيد في المباراة من خلال ركلة الجزاء احتسبت في الدقيقة 22. على ذلك لا زال المنتخب الأردني متقدم في هذه المباراة على المنتخب النيبالي. فيتال سعيد، هذا بشكل يعني نجاح يعد نجاح له انك تسجل، لكن هو عموما المنتخب الأردني
قليل الأهداف في 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 قيادة هذا المدرب. يعني في هناك فارق أهداف. يعني نتكلم عن المنتخب الأردني عنده 10 أهداف من 5 مباريات وعليه هدفين. يعني المنتخب الأردني يعني خسر بهدف أمام المنتخب الأسترالي وكرة ملعوبة الآن، ولكن لم يسجل كثيرا. يعني على 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 التايبي وعلى على النيبال ما تسجل يعني كثير من الأهداف، عدا عدا يعني تايبي سجلوا في مرمى الهدف. مواجهة الكويت كانت تعادل سلبي، وبالتالي الكرة الآن فيها بطاقة صفرة للاعب المنتخب النيبالي حقيقة سانتوش. إذن وإصابة أخرى، قد تكون هذه إصابة عضلية، المجهود عضلي كبير على المنتخب النيبالي. هذا اللاعب طبعا المنتخب الأردني يزن النعمات لم يظهر بكرات خطرة، لكن أبرزهم هو موسى التعمري. موسى التعمري خرق فرص عديدة، سدد على المرمى، حاول أن يخترق وتسبب بركلة جزاء. انطلاقاته جيدة، صاحب قدم يسرى، دائما صاحب القدم يسرى ممتع في أدائه في غالب الوقت، في غالب الظن. يعني دائما صاحب القدم اليسرى يعطيك متعة في 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 استلام الكرة، في في تسديداته يكون مميز. لكن بالسلامة إن شاء الله لساتوش. سانتوش لاعب نيبالي الذي أصيب في الاحتكاك الأخير. إذن كومار يتلقى كيران كومار أولى أهداف هذه المباراة في دقيقة 23 من ركلة جزاء. نحن الآن في دقيقة 28 من زمن شوط المباراة الأول، ولا زالت الأمور لمصلحة المنتخب الأردني. هدف لا شيء منتخب نيبال في هذه المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم وأيضا كأس الأمم الآسيوية. كأس آسيا الذي راح يكون في سنة 23، بينما كأس العالم راح يكون السنة القادمة في الدوحة قطر 22. لكن يعني التصفيات الثانية لكأس العالم راح يتم في سبتمبر القادم، وأعتقد أنها راح تكون يعني سبتمبر راح تنتهي في ديسمبر، لأن لابد أو راح تستمر أعتقد لين مارس، لأن كأس العالم لن يكون في يونيو، راح يكون في نوفمبر من 22. نتكلم عن سنة ونص من الآن تقريبا أو أقل. إذن كرة إلى خارج الملعب، لكن هذه اللحظات توقف لحرارة الجو. الآن دقيقة لراحة اللاعبين بعد هذا الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، تقريبا 30 دقيقة. التقدم أردني، هدف أول أردني. يعني أعتقد جدول خدم المنتخب الأردني، تدرج في 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 المباراة الثلاثة المتبقية له. يعني أنك تلعب مع النيبال في البداية، وبعد ذلك تلعب مع منتخب الكويت، وبعد ذلك تختمها في منتخب الأسترالي. يعني كان في تدرج بالنسبة للمنتخب الأردني، خصوصا أنه مر عليه فترة طويلة لم يشارك في مباريات رسمية على المستوى الدولي. لكن نتكلم عن منتخبنا، نعتقد أن جدول ما كان جيد. نتكلم عن أول مباراة رسمية بعد هذا الغياب تكون مع المنتخب الأسترالي، وكل شايف لكل تابع المباراة المنتخب الكويت الذي يعني ما قدم شيء في المباراة، لن نقدم شيء، فقط تواجد في 90 دقيقة وكان هناك 3 أهداف. أعتقد أن كانت 3 أهداف يعني لو كان الجو أفضل لكان الأستراليين أعتقد أن يعني راح يكون أداهم أكثر من ذلك، لكن قادر على العودة في مواجهة المنتخب الأردني في المباراة القادمة منتخبنا الوطني. نتمنى لك كل التوفيق. الأردني اليوم أيضا لم يظهروا كامل قوتهم رغم التقدم الآن في
في المباراة على المنتخب النيبالي بيعرف لي لا شيء، ولكن هدف أتى من ركلة جزاء، ما في جمل تكتيكية كاملة تصل بالكرة إلى 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 ستة ياردة بشكل خطر من جانب المنتخب الأردني. لحد الآن نتكلم عن 31 دقيقة عدا بعض اللاعبين بمجهوداتهم بتميزهم، وأبرزهم طبعا موسى التعمري أبرز لاعبي المنتخب الأردني في 30 دقيقة التي مضت، وهو الذي صنع الفارق، وهو الذي تسبب بركلة الجزاء والتي سددها هو لاعب الدولي الآخر بهاء فيصل، محرز أول أهداف المنتخب الأردني في مواجهة النيبال. نيبال وبيحاول إبعادها أيضا اللاعب سومان أريان، لكن الكرة إلى خارج. إذن تبديل اللاعب سونال يدخل بديلا للاعب الذي أصيب حقيقة، خرج من أرضية الملعب كواس. إذن تبديل أول اضطراري بالنسبة للنيبال. هنا التدخل، أعتقد أنه فيها خطأ هذه من اللاعب سومان أريال في كرة مشتركة مع اللاعب إحسان حداد، لكن كرة الآن تعود لدفاع المنتخب الأردني ويزن العرب، يزن العرب إلى اللاعب جيت اليسار ضير ليسر ديميري وكرة تلعب من مهند خير الله بالخطأ، مهند خير الله وبالتالي مقطوعة تصل للاعب أيضا أبو هاشيك وطويلة بيلعبها على طول، لكن وين إلى خارج الملعب، طويلة من جانب روهت شامب الذي تسبب بركلة الجزاء. وكرة الآن تلعب رمية تماس في نص الملعب، يوجا بيلعب له كرة طويلة يوجا، ولكن برافو تغطية سليمة من محمد الدميري بيرجح لحارس المرمى معتز ياسين الذي نادرا ما كنا نشوفه في هذا الشوط في 34 دقيقة التي مضت في شوط المباراة الأول. كرة لعبت في الجهة اليسرى، نيبال حاول يستعيد الثقة، حاول أن يكون مبادرا في نص الملعب، حافظ على كرته، المساحة الآن موجودة والكرة الآن هجوم نيبالي، تسديد على المرمى لكن تسرع فيها كثيرا اللاعب في 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 الكرة الماضية، وبالتالي ذهبت الكرة من سونال البديل وبالتالي كرته سونال إلى خارج الملعب. أيضا في إصابة عضلية للاعب آخر دنيش هذه مرة في هذه الكرة المشتركة، ولكن السقوط دنيش وبالتالي يعود دنيش أيضا. كرة الآن مع المنتخب الأردني، يزن العرب بيلعبها إلى حسين حداد، يلعبها طويلة عالية في الأمام، استقبال رائع حقيقة من بهاء فيصل، حافظ على كرة بهاء فيصل صاحب الهدف الوحيد للمنتخب الأردني، بيلعبها جهة اليمين على طول ناحية اليمين لموسى تعمري حافظ على الكرة، تعمري بي كرة أمام منطقة الجزاء خطرة هذه لعلي علوان، وتسديدة من بهاء فيصل، حلوة اللعبة هذه، بهاء فيصل بيسدد ولكن كرة كانت غريبة بحارس المرمى كومار كيران، والكرة الآن وصلت لمهند خير الله بيلعبها إلى نور الروايبت إذن كرة في نص الملعب إلى موسى تعمري والتدخل على طول من جانب سومان لاما تعمري، لكن مقطوعة مرة أخرى في نص الملعب، يحاول يسيطر على الكرة أيضا أحمد علوان أو يزن النعمات ومحاولة موسى التعمري حاول يحصل عليه التعمري وضغط عليه وبالتالي حصلها سانتوش
سانتوش لعبها كرة في النص تصل ليلي أيضا يوجا بيلعب لك كرة فيها الأمام لكن أغرب إلى يزن العرب يرجعها لحارس المرمى مرتز ياسين حارس المرمى المنتخب الأردني في آخر 9 دقائق تقريبا أو 8 دقائق بالزمن شوط المباراة الأول. اللعبة الطويلة في الأمام حسين حداد ناحية بافيصل لكن يفض الكرة بسهولة تصل إلى يوجا في نص الملعب نيبال إلى أيضا اللاعب بيستا وتصل إلى دينيش وتمريرة من بيستا خطأ تعود إلى دينيش لكن فيها خطأ من دينيش خطأ لمصلحة إبراهيم سعادة لعب المنتخب الأردني هنا التدخل بهذه الطريقة من الخلف من جانب سانتوش وبالتالي خطأ لمصلحة المنتخب الأردني تصل إلى الدميري محمد دميري لكن خاطئ الكرة خاطئة محاولة موجودة نستعيش أيضا علي علوان تصل يزن العرب إلى 6 اللي هو نور روايب ده كرة في النص إلى يوجا كرة لعبت من جانب أيضا دانيش أو أناتا ولعبة طويلة في الأمام لكن تغطية من جانب محمد دميري إلى ماتز ياسين حارس المرمى طويلة في الأمام لحد الآن الأردنيين يعني ريحوا شوي خطورتهم قلت بعد التقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء يزن نعمة تحاول يضغط على لاعب نيبالي في هذه الكرة وبيشيلها على طول في نص الملعب نور روايب ده كرة لعبت إلى يوجا أو إلى سانتوش تلعب مقطوعة روابده بيلعب لك كرة على طول إلى جهة اليمين إلى موسى التعمري بيلعبها طويلة في الأمام لكن أغرب لحارس المرمى كانت ناحية يزن النعمات لكن حارس المرمى كان أقرب له كيران كومار كان أقرب لها الكرة الآن لعبت 6 دقائق أو 5 دقائق أخيرة مشاهدين الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر كويت الرياضية لإحداث هذا اللقاء وهنا المحاولة والسقوط لمهند خير الله في الكرة الأخيرة إذن خطأ لمصلحة مهند خير الله على لاعب أنجان بيستا لاعب منتخب نيبال لعبة طويلة الآن استقبال جيد من علي علوان بيلعبها إلى بهاء فيصل في نص الملعب بيلعبها لنور الروابدة وكرة اللعبة جت اليمين انطلاقة لموسى التعمري يبحث عن تمريرة التعمري بيعود إلى الخير الله الآن الكرة العرضية قريبة ولكن رفع حارس المرمى ما زالت الكرات العرضية العالية الأردنية غير مستفادة من صنعها أيضا من العمل حسان حداد في الكرة الماضية حسين حداد وبالتالي الكرة هي في النص تصل إلى الدميري الآن أو بالفعل الدميري إلى فيصل بها فيصل في نص الملعب الآن إبراهيم سعادة وتغيير اللعب إلى جهة اليمين انطلاقة وممكن عالية عملها عالية
يحاول يصيدها صادها صادها علي إذا أو يزن النعمات بيلعب لها كرة عرضية النعمات أو برافو برافو موسى مروسة كذا ولكن كمروة بالتسديلة أو لا زالت خطرة الكرة الأردنية في اللعبة الماضية موسى موسى حاول فيها حقيقة تعمري موسى التعمري بكرة رائعة جدا عاد وعملها لا يزن النعمات في مكان مثالي وكرة أردنية خطرة وكرة لعبة الآن لا زالت خطورة أردنية في اللعبة الماضية لكن برافو حارس المرمى كيران كومار تصدى لأكثر من كرة أرسلت وأتت من الهجوم الأردني في اللعبة الماضية وبالتالي فوت على الأردنيين كان قريب من الهدف الثاني المنتخب الأردني لكن حارس المرمى تدخل في ظل هذه المحاولات التي بدت خطرة بدت الآن هناك إصرار أردني لتسجيل هدف ثاني وكرة لعبة الآن أرضية من جانب علي علي الألوان علي الألوان وكرة موسى التمري والعرضية خير الله ولكن برافو حارس المرمى تدخل عمل له كرة عرضية أرضية داخل الستة ياردة في الأرضية تدخل فيها في العرضية تدخل فيها حارس المرمى اليوم كيران كومار يتحمل كثيرا من الكرات ومن اللعبات العرضية دائما المنتخب الأردني في الجهة اليمنى أنشط من الجهة اليسرى وهناك دائما تدخلات التعمري وهذه اللعبة توصل لكن كانت الكرة ما كانت مستقرة الكرة ما كانت موجودة في الأرض حقيقة وطالت عليه حاول فيها يزن النعمات في اللعبة الماضية لكن تدخل حارس المرمى في الوقت المناسب تدخل وضيق على المسافة وبالتالي فوت على النعمات أيضا فرصة الهدف الثاني فرصة الهدف الثاني للأردنيين أقرب لي أن يكونوا بتسجيل الهدف الثاني في هذا الشوط لكن هناك دقائق قليلة متبقية هل ينتهي هذا الشوط بهدف وحيد المنتخب الأردني هذا لا يتماشى مع منتخب مع طموحات المنتخب الأردني في مواجهة النيباليين يريدون كثير من الأهداف يريدون أن يسجلوا مزيد من الأهداف حتى لا يكون الفارق الأهداف لمصلحة منتخبنا لو هناك تعادل في النقاط خصوصا منتخبنا عنده 17 هدف بينما المنتخب الأردني عنده 10 أهداف ومع هدف اليوم 11 هدف هذه فرصة الأخير يزن النعمات وقد تكون هي الفرصة الأخيرة أكثرت كرتهم الضائعة أكثرت فرصهم الأكيدة للتسجيل مع اقتراب نهاية الشوط الأول وبالتالي كرة ملعوبة هجوم أردني آخر نعمات فيها لنفسه أمام أربع لاعبين وهنا التسديدة لكن التركيز والأرضية قد تكون هي عامل فارق بالنسبة للمنتخب الأردني في كراتهم في لعباتهم في خطورة فرصهم وكرة اللعبة الآن ومحاولة لكن تغطي علوان وعلوان والاستعادة الكرة من جانب اللاعب محمد دميري وكرة اللعبة التدخل على طول يزن العرب تعود الكرة للمنتخب النيبالي نيباليين يحاولون يصنعون ولو فرصة في هذا الشوط ولو كرة خطرة في هذا الشوط لأن معتز ياسين حارس المنتخب الأردني مرتاح تماما كرة الآن وهجوم محاولة تعمري موسى جول 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 مرمي الجول الله يا تعمري ضاع انت تعمري ممتاز انت تعمري موسى الذي تجول في الشمال وفي اليمين لكن لم يسجل في هذه الكرة صاحب القدم اليسرى صاحب التسديد الأبرز محاولة الأبرز الآن حاول يصطاد الزاوية لكن ما كملت لم تنتهي في الشباك حالاتها في الشباك هذه المحاولة بعد المجهود الكبير الذي عمله هو موسى التعمري لاعب المنتخب الأردني وكرة اللعبة الآن ومحاولة موجودة في المنتصف تصل والسيطرة للاعب أيضا إبراهيم سعادة يعود بالكرة في الخلف ليزن العرب يزن العرب إلى إحسان حداد وكرة طويلة تصل إلى علي علوان بينية علي علوان وبالتالي التعمري وتدخل وإصابة بالسلام إن شاء الله بها فيصل في كرة مشتركة عالية مع حارس المرمى في اللعبة الماضية
استبسال واضح من حارس المرمى في إبعاد الكرات بالسلام إن شاء الله في ارتقاء عالي واستدام عالي حقيقة في الكرة الماضية. إذا الوقت الأصلي انتهى وأربع دقائق يعطى حكم مباراة الماليزي في 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 هذا الشوط لأن في إصابات حصلت في في هذا الشوط. ولكن شوف كرة علوان أحمد علوان علي علوان لعمل كرة ثنائية مع التامري وهنا التدخل وهنا الارتطاب من جانب الكرة المشتركة مع حارس المرمى. حارس المرمى لم يكن قاصدا ولكن كان في الموعد وهنا شوف محاولة أيضا موسى التامري التي اتصادها هو حارس المرمى كومار تألق كومار كيران تألق حارس مرمى المنتخب النيبالي أمام المنتخب الأردني ومحاولاته وكراته ليبقى على حظوظ فريقه عند الفارق الهدفي في هذا الشوط على الأقل تقدير هذا يريد النيبالي أن يبقي هذا الشوط بفارق هدف فقط لا يخسر كثيرا من الأهداف لأن لديهم طموح آخر هم يريدون المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهاية كأس آسيا يعني المركز الثالث المركز أفضل ثوالث يدخل مع بشكل مباشر وليس ملحق حيث الفرق الأخرى سوف تدخل ملحق التصفيات الآسيوية. كرة ملعوبة الآن وخطأ لمصلحة المنتخب النيبالي هذا طموح المنتخب النيبالي وهذا يعني نوع من أنواع التحفيز لهم لكي يستمروا ويطوروا وبالتالي ممكن أن يكون في قادم الأيام فريق صعب أن تفوز عليه حقيقة يتطور بشكل سريع أسوة ببعض الفرق في آسيا تطورت بشكل سريع يحاولون أن يكونون على ما فارق وأن يكون لهم كلمة في آسيا في كرة القدم حق مشروع للكل يعمل. نتكلم عن المنتخب التايلاندي لم يعد نفس في السابق المنتخب التايلاندي هونغ كونغ كذلك سنغافورة كذلك نتكلم عن أيضا الهند بدأ المنتخب هي تطور بشكل ملفت وبالتالي الكرة الهندية أيضا يعني أتت بمشاهير كرة القدم في البطولة الهندية وبالتالي هذا نوع من أنواع محاولة للارتقاء مستوى البطولة. وكرة ملعوبة الآن في الأمام المنتخب الأردني عادة الكرة الأردنيين كيف طوروا كرتهم كيف طوروا من مستواهم الآن الأردني يعني في لاعبين تجدهم يلعبون خارج المنتخب الأردني وبالتالي هذه تعطي إضافة للمنتخب الأردني وتعطي إضافة للاعب عندما يحترف خارجيا. وكرة ملعوبة الآن استخلاص الكرة من جانب اللاعب علي علوان بيلعبها إلى بهاء فيصل بيلعبها كرة عرضية ناحية علي علوان وبالتالي أو يزن النعمات لكن طالت منه وعادت الكرة الآن إلى جهة اليسار لمصلحة أيضا أنا جان بيستا بغير جهة اليمين حقيقة للبديل سونال ولكن طالت الكرة وفي هذه الأثناء حكم المباراة الماليزي محمد أمير ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأردني عن طريق هذا اللاعب بهاء فيصل في الدقيقة 22 من ركلة جزاء على ذلك ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب الأردني بهدف لا شيء مع كثير من الفرص أتيحت المنتخب الأردني لكن لم ينجح في استقلالها لذلك ينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للا شيء. بعد فاصل تلتقي بزميلي في الاستديو التحليلي إلى اللقاء. رحب فيكم من جديد. إذن شوط المباراة الأول انتهى بتقدم المنتخب الأردني بهدف دون رد على المنتخب النيبالي. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها المزعج موسى التعمري انبرى لتسديدها
بهاء فيصل وأسكنها في الشباك معلنا هدف المباراة الأول حتى هذه اللحظة. أرحب من جديد بخالد الفضلي وعلي بولند. مساء الخير كباتن من جديد. خالد، شوط المباراة الأول منطقي حتى هذه اللحظة؟ منطقي، ومثل ما قلت لك يعني يمكن حتى من ناحية التوقع نفس التوقع. أنا المنتخب الأردني يعني افتقد اليوم للحلول الجماعية، خلنا نقول ما شفنا أوفر لابز وكرات عرضية، ما شفنا اختراق إلا ما ندر من العمق، تسديدات قليلة. أنت ترجمت الشوط الأول بأن المزعج موسى التعمري هو نجم الشوط الأول بامتياز من حيث الحلول الفردية، التسديد، أخطر تسديدة كانت من خلاله حصل على ركلة جزاء، خطورة المنتخب الأردني كانت من ناحيته، ولكن كحلول جماعية كان يعني في أداء خلنا نقول يطغى عليه الجانب الحماسي، افتقدنا في التنوع في الحلول الفردية بعكس المنتخب النيبالي اللي كان أنا وجهة نظري منضبط، يعني مغلق مساحته حتى بعد الهدف المبكر، صامد بالضبط، ما فتح الملعب عكس السابق لما كان يسجل في مرمى يفتح الملعب وتخلق مساحات أكبر للمنافسين. اليوم لا، يحسب الكابتن عبد الله أن اليوم حافظ على شكل الفريق حتى بعد الهدف المبكر في الدقيقة 20 وركلة الجزاء. فبالتالي بالمناسبة هي ركلة جزاء ولا مو ركلة جزاء خالد؟ والله أنا أشوفها مشكوك في أمرها، يعني ما أعتقد أنها علي صحيح ركلة جزاء صحيحة. على موضوع ركلة الجزاء بصرف النظر الحين وبعيدا عن هي صحيحة أو غير صحيحة، لكن هي بالأخير احتسبت ركلة جزاء، احتسبت لصالح موسى التعمري اللي قلنا في بداية الاستديو أنه تسبب ب 73 خطأ له. اليوم أيضا بخطأ له سجل المنتخب الأردني ركلة الجزاء. كل تأكيد، يعني أنت تتكلم على واحد من أبرز اللاعبين وحل مثالي للمنتخب الأردني، خصوصاً لما تتكلم على موسى التعمري وتحركه ما بين الخطوط، أو إذا مثل ما قلنا قبل الهوى أو قبل المباراة إنه مثل ما خلقت للوضعية المناسبة لموسى التعمري راح يكون هو عنصر فارق كبير في المباراة. لاحظنا يمكن ضربة جزاء كانت من حالة واحد ضد واحد وقدر تفوق فيها، لاحظنا في أكثر من جزء من المباراة هو يستلم الكرة ما بين الخطوط بعد ذلك ياخذ الحل اما بالتسديد او نقل مناطق اللعب. اللي عمله المنتخب الاردني انه لعب على امكانياته، لعب على المستوى البدني، دائما تشوف الكره الثانيه لا، دائما تشوف الكره الاولى لا، دائما يعني لعب على انه بهاء فيصل هو اللاعب اللي يحاول يربط فيه كمحطه، ودائما في تحولات او في سويتش ما بين يزن النعيمات وما بين علي علوان، دائما في واحد او اثنين منهم في منطقه الجزاء، وبالتالي كان في تنوع على مستوى الحلول، خصوصا لما يصعد محمد ميري لمناطق عاليه، فبالتالي يصير عندي موسى التعمري على اليمين، محمد ميري في اليسار، وعندي ثلاث لاعبين في منطقه الجزاء، فاي عرضيه اي كره عرضيه وكره ثانيه دائما من مصلحه الاردن. وشفنا ان الاردن تمركز في منطقه نيبال، يحسب لنيبال انهم منظمين دفاعيا، يحسب انهم هم طلعوا من الشوط الاول فقط 1-0، وان ما يعني مثل ما قال كابتن خالد ما تم في خلل بالمنظومة، لكن ما شفنا أي جملة لمنتخب نيبال في العملية الهجومية اللي شفناه أمام الصين تايبي، اللي شفناه أمام العراق ما نفذ اليوم. هذا يبين لك أنه كان في قراءة فيتال لمنتخب نيبال وتحجيم الأدوات، خصوصا اللاعب المميز اللي هو أنجبيستا. يعني ما شفنا أنجبيستا قام بأي عملية تحول، ما شفنا أنجبيستا اللي كان محطة ودائما هو اللاعب اللي ينتقل عن طريقة منتخب نيبال. كرة واحدة كانت لمنتخب نيبال وكانت بتسديدة عشوائية لأن كان خروج محمد دميري بشكل خاطئ. تسديدة عشوائية لكن هني تسديدة متقنة من مش هذه لموسى التعمري، أيضا كانت في تسديدة مميزة تصدى لها الحارس كران اللي أيضا هو كان مميز في شوط المباراة الأول. مع هذا الملخص إلى حد ما، لحد ما نوصل للقطة اللي نبيها، لقطة تسديدة موسى التعمري اللي سددها وتصدى لها، برافو عليكم كباتن، هذه التسديدة وتصدى لها أيضا بإتقان كران حارس المنتخب النيبال. خالد، موسى التعمري كان مزعج في كل الأحوال، هو العلامة الفارقة في الشوط الأول. شوف يعني نزل في وسط الملعب استلم، يعني يمكن حتى المعلق أو كان يعتقد أن لاعب وسط ارتكاز مش تعمري، يعني لاعب جناح، دخل من الجناح استلم مسافة بعيدة، استطاع أن يسدد تسديدة محكمة للأمانة وقوية ومميزة.
تصدي يحسب للحارس كيران ليمبو. يعني أنا أعتقد تكلمنا عنه قبل المباراة إنه من الحراس المميزين والمحترف في الدوري الهندي، أثبت لنا من خلال هذا التصدي إنه يمتلك إمكانيات كبيرة على المستوى الفردي. كيران خالد أيضا حافظ على شباك يعني أكثر من هدف تصدى له في شوط الورد الأول، وهذا حالة مع المنتخب النيبالي للأمانة في طوال مشوار التصفيات، دائما يكون تحت المجهر من كثر سهولة الوصول للمرمى. اليوم قد يكون في صعوبة وصول المرمى، ولكن هو أيضا موجود في بعض الكرات العرضية، كان خروجه مناسب، وجوده في المرمى معطي أريحية للاعبينا، واضح أنه هو له ثقل بالفريق من خلال يعني إعطائهم الثقة بوجوده، حاسين وراهم حارس. يعني حتى ضربة الجزاء تحركها كان جيد لولا دقة التسديد من بهاء، يعني كان ممكن يتصدى لها. فبالتالي اليوم لما نرجع نتكلم، أنا بتكلم بضيف بس جزئية قالها الكابتن، يعني أن الفريق النيبالي مميز في التنظيم الدفاعي، فيه هوية دفاعية، فريق منظم دفاعيا، ولكن في التنظيم الهجومي، وإحنا تكلمنا على أنه لابد أنه يلعب اللعب المباشر، التحول السريع بعد استخلاص الكرة، الوصول من خلال لمسة ولمستين للمنافس، الهجمات المرتدة، ما شفنا هذا الأمر. ويمكن هم تفاجأوا في المرة الوحيدة اللي وصلوا فيها، واللاعب ريغال المهاجم من بعد المساحة كان بإمكانه يمرر، سدد لأنه تفاجأ بالكرة، حتى لكانت لا هي تسديدة ولا هي تمريرة بالضبط، وكان بإمكانه يمرر وتكون خطرة على المنتخب الأردني، ومع ذلك سددها بطريقة غريبة، لأنه هو تفاجأ بالمكان اللي هو فيه طوال الشوط في أول مرة يوصل هالمنطقة. وهذه مشكلة هالمنتخبات، خلنا نقول البعيدة عن المنافسة، ما بيقول أقل من أقصى من هذا اللغب، ولكن أنهم صعب أن يجيد في الشقين الهجومي والدفاعي في ذات الوقت. صحيح. علي خلي أعكس بعض الحالات في الشوط الأول وشنو هو المطلوب في شوط المباراة الثاني لكلا المنتخبين الأردني والنيبالي، شنو المطلوبون في شوط المباراة الثاني؟ شوف بالنسبه للمنتخب النيبالي، احنا دائما نقول شكلك الدفاعي يعكس هويتك الهجوميه، يعني متى ما كنت انت منظم دفاعيا، متى ما كنت انت مختار مناطق اللي تحاول تفتك فيها، راح يبين شكلك الهجومي، تضغط بشكل عالي اذا انت بتستحوذ وتاخذ الكره في مناطق خصمك عشان ما تاخذ وقت في الاستحواذ، تنطر خصمك في مناطق، فبالتالي انت تبي المساحه عشان تفتك فيها. الواضح ان المنتخب النيبالي كان ماشي على النهج انه ينتظر في مناطقه ويعتمد على التحولات السريعه في على المنتخب الأردني، لكن لأن المنتخب الأردني كان واضح معالم منتخب نيبال في وين مكان القوة، حجم كل الكرات الأولى والثانية كانت له، كل الاتحامات البدنية كانت له، وكان دائما تلاحظ أن المنتخب الأردني يدخل بعنف، يدخل بعملية الالتحام القوي بالبدنية. وبالنسبة للمنتخب الأردني أعتقد أنه بحاجة أنه يكون في لاعب رقم 10، في حاجة للاعب أنه يربط ويعطي بهاء فيصل مساحة أكبر أن يتحرك خلف المدافعين. بس علي المنتخب الأردني حتى في الشوط الأول قاعد يعطيني إحساس أن أغلب الهجمات ممكن قادر أن يسجل في أي وقت. صحيح، لأن عنده جودة لاعبين، ولأنه قاعد يلعب على جمل معينة أو على أمور معينة. أنت لو تلاحظ كيفية تحرك موسى التعمري، يمكن اللقطة اللي مساعد تكلمنا عنها تسديدة، هني يبين لك ذكاء اللاعب أو يبين لك قوة لاعب مثل موسى التعمري. لاحظ ما يستلم الكرة ولاحظ الغرار اللي خذاه. لاعب آخر ممكن يمرر، لكن هو يعلم بأن أمامه خطين، فبالتالي كسر الخط الأول بعملية الجري وأخذ القرار بكل جرأة. لاحظني أخذ الكرة لأنه ما في خيارات تمرير، ولأنه يدري أن أي خيار تمرير ممكن سبب المشكلة. لاحظ خذ القرار، صار 4-4 هني، وهذه أخطر حالة دفاعية في كرة القدم، يكون في تماثل عددي. فبالتالي لاحظ موسى التعمري 4-4 أخذ القرار اللي هو القرار يشوفه بالنسبة له أسلم، واللي هو دائما تعود عليه التسديد عن بعد، ولاعب مميز في هذا الجانب. تكلمت عليها علي انت قبل المباراة لما سجلوا بهاء فيصل هدف على الصين تايبي. صحيح، في الاختراق. صحيح، ضغط واستخلاص وايضا تعمري ومرر. شوف تكررت اليوم كثير، ولكن ما تواجد الحركة العكسية من بهاء او غير بهاء انه يعطيه مجال يعمل له الثرو باس. بالضبط، وهذا ما شفناه في الشوط الاول. قوة بهاء انه يطلب الكرة في ظهر المدافعين. اليوم شفنا بهاء كثير من الاحيان ينزل عشان يكون هو المحطة اللي تصعد الفريق، لأنه ما في اليوم أحمد ياسر، ما في اللاعب الآخر اللي هو ياسين بخيت مو موجودين. هذين اللاعبين كانوا هم دائما المحطات اللي ينتقل عنهم أو ينتقل خلالهم المنتخب الأردني. اليوم لأنه يلعب فيتال ممكن يستعين فيهم شوط المباراة الثاني، ممكن، لكن هو حب إنه يكون عنده كثافة هجومية في منطقة الجزاء عن طريق عرضيات الدميري أو عن طريق عرضيات اللي هو إحسان حداد أو التعمري. يكون في عندي 3-4 لاعبين
مميزين بدنيا وهدافين قادرين يعطوني الكثافه الهجوميه اللي انا بيها وعدد الاهداف اللي تكلمنا عنها اللي راح يكون فارغ بالنسبه لك. شكرا علي، لان هذا السؤال كنت بساله خالد، لان خالد هو اللي اشار لهذه النقطه مع بدايه تغطيتنا لهذه المباراه في الاستديو. خالد ذكرت او حرصت على انك تذكر في نسبه الاهداف. صحيح. المنتخب الاردني انهى الشوط ال 45 دقيقه الاولى هدف حاط في باله، ولا هو يبي ثلاث نقاط بصرف النظر عن الاهداف؟ هو ثلاث نقاط قد يكون من الجانب المعنوي ان افكر بثلاث نقاط، لان انا بلعب مباراه مصريه امام منتخب الكويت. هو فوزه او تعادله حيكون اغرب للتاهل، لان انت مباراه تقصد اللعبه الثانيه امام الكويت، اي لان مباراته الاخيره ايضا خلينا نتكلم بصراحه، مباراه الاخيره امام منتخب الاسترالي اذا فاز استرالي اليوم حسم اموره في التاهل، فبالتالي ما راح يلعب بكامل قوته منتخب الاسترالي على الاقل. إيه؟ على الاقل من جانب المعنوي. انا اتكلم حين الاردن ما يفكر بنسبه تسجيل الاهداف كثر ما يفكر بحصد النقاط الثلاث. الحين هو خلص الأهم، أنه تقدم في النتيجة بالضبط، ولكن تفاجأ بتنظيم دفاعي مميز ما تفكك بعد تأخره في النتيجة من المنتخب النيبالي، وهذا تفاجأ فيه في الشوط الأول. الشوط الثاني لابد أنه أيضا يكون عنده حلول. أنا وجهة نظري الشخصية لمسة الكابتن عبد الله الشلاحي على الفريق من خلال أنه قدر يحافظ على شكل الفريق حتى بعد التأخر بالنتيجة. صحيح. ولكن فنيا انا اعتقد راح تكون بالكثير 70 دقيقه، بعد 70 دقيقه راح يكون هناك اخطاء كثيره اذا استمر الوضع على ما هو عليه، اذا ما خطف مثلا نيبال هدف تعادل ما سوى مفاجاه بالنسبه لنا. بعد ال 70 انا اعتقد المباراه راح تكون مفتوحه وصعب انك تسيطر على لاعبينك منتخب نيبال، وممكن منتخب الاردني بعد ال 70 مع خمس تبديلات واسامي مميزه موجوده في الدكه ممكن يعمل فارق كبير بالنتيجة، مع الإضافة أن النقطة الأهم اللي تفوق فيها المنتخب الأردني سرعة استرجاع الكرة، لما يخسر كرة يسترجع الكرة بسرعة. برافو عليك، هذه مهمة جدا علي. يعني المنتخب الأردني أجمعت أنه قادر على تسجيل الثاني والثالث، وقد يكون الأمر مسألة وقت، لكن أنا السؤال على المنتخب النيبالي، هل هو قادر على تعديل النتيجة؟ هل هو قادر على تسجيل هدف في هذه المباراة؟ قادر اذا كانت اذا كان انت لو تلاحظ المنتخب النيبالي مشكلته كانت في عمليه المس باص، عمليه ان التمريرات اللي عقب ما يستخلص الكره او يحاول يطلع فيها بحال بناء الهجمه كانت اغلبها تكون خاطئه. صحيح. بالتالي انت كل ما كانت التمريرات خاطئه كل ما كان في تحول اسرع من منتخب الاردن عليك، فمتى ما كان قادر على انه يكون محطاته قادر على الاستلام والتحول السريع في المساحه راح يكون في خطوره. توقعاتك الشوط الثاني؟ زيادة تغلت في الأردن الأهداف. هذه زيادة. وأنت توقعاتك خالد؟ أنا راح الأردن راح يحسمها بفارق ثلاث أهداف في الثلاث ساعة الأخيرة. أشكركم كباتن مؤقتا، راح نرجع لكم مع نهاية المباراة. عودة سريعة للعزيز والزميل المعلق بدر الشداد ليوافينا بتفاصيل شوط المباراة الثاني. بدر صوت الصورة معك. أحمد أسير ريبليست نمبر 13 إبراهيم سعادة and a substitution for Jordan as well player number 11 ياسر البخيت ريبليست نمبر 15 علي علوان. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مجمل تهية في شوط المباراة الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان. شوط أول كان قد انتهى لمصلحة المنتخب الأردني بهدف وحيد سجل في دقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبت بعد إعاقة موسى التامري داخل منطقة الجزاء في دقيقة 22، على إثر ذلك سجل
بهاء فيصل أولى أهداف المنتخب الأردني وانتهى على ذلك شوط المباراة الأول الأردني متقدم على النيبال بهدف لا شيء. لكن أيضا الأردنيين في آخر 10 دقائق من شوط المباراة الأول أهدروا كثير من الفرص، أهدروا كثير من المحاولات، لأن حارس المرمى النيبالي كان متألقا وكان في المرصاد بكل محاولاتهم رغم خطورتها. كيرين كومار كيرين لامبو كيمار الذي تصدى لعديد من المحاولات، وبالتالي لينتهي شوط المباراة الأول بفارق وحيد من الأهداف لمصلحة المنتخب الأردني. وطبعا الأردنيين الفوز على النيبال ليس بهدف وحيد، طموحهم طبعا هم يريدون الكثير من الأهداف حتى لا يدخلوا في مسألة فارق الأهداف، وبالتالي يريدون تسجيل المزيد من الأهداف. كرة لعبة الآن ومحاولة موجودة للمنتخب الأردني للاعب يزن العرب. يزن العرب بيلعبها إلى الدميري في الجهة اليسرى، محمد الدميري. الدميري بيلعبها على طول إلى مهند خير الله. مهند خير الله كرة لعبة إلى يزن العرب في الأمام في النص إلى علي يزن نعمات. يزن نعمات كرة ناحية اليمين أرضية في نص الملعب. الآن محاولة موجودة وتوصل للمنتخب الأردني، ممكن العرضية هذه ممكن تشكل خطورة العرضية. إذا مر خطرة توغل وعمل له كرة عرضية مر وراوغ، ولكن كرة بعيدة على التعمري موسى التعمري، لكن توغل رائع جدا حقيقة في الجهة اليسرى وسرعة في المحاولة في الجهة اليسرى حقيقة من جانب المنتخب الأردني حقيقة. أحمد سمير شاهد وهذا أيضا دخول ياسين البخيت وأحمد سمير بالتغييرات التي أجراها فيتال بوركولمنز في شوط المباراة الثاني. إشراك هذين اللاعبين حقيقة في تشكيلته. كرة اللعبة الآن انعمات في نص الملعب يكسب خطأ، لكن هو أبعد من عد أشرك لاعبين اثنين أعتقد علي علوان خارج التشكيلة في شوط المباراة الثاني. علي علوان ويبدو الآن الكرة الثابتة لمصلحة المنتخب الأردني، كرة ثابتة حارس المرمى إذن وحائط الصيد. كيران كومار كيران وحائط الصيد في الكرة الثابتة المنتخب الأردني بلعبها جهة اليمين، ولكن إعادة لحكم المباراة الماليزي محمد يعقوب أمير يطلب إعادة تنفيذ الكرة الثابتة إلا بالصافرة حقيقة. هذا ياسين البخيت حقيقة وأحمد سمير هو البديل في شوط المباراة الثاني بالنسبة للمنتخب الأردني. ثابتة الله بهاء فيصل. بهاء فيصل في بهاء من الكرات القوية في المرمى. هذا بهاء يعطي بهاء في الكرة الثابتة التي لم يشاهدها حارس المرمى حقيقة. كيران بكرة ثابتة. بهاء فيصل بيسجل من كرة ثابتة برت من الحيطة، فيها بهاء فيها كثير من البهاء ليسجل ثاني أهدافهم من كرة ثابتة. رائع جدا للأردن للكرة الثابتة الرائع جدا اللي سجلها فيصل فيصل في اللعبة الماضية في أول دقائق في 4 دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني. يسجل فيصل ثاني أهداف المنتخب الأردني من كرة ثابتة وثاني أهدافه في هذه المباراة هو بهاء فيصل.
بها فيصل. كل أهداف اليوم من كرات ثابتة، من ركلة جزاء ومن كرة ثابتة، ختم بمسافة بعيدة فاقت فيها حارس المرمى كيران كومار الذي كان متألقا في شوط المباراة الأول، لكن الكرة كانت مباغتة. وهنا ياسين بخيت بحاول يضغط على دينيش الظهير الأيمن، وكرة لعبت كوها في الخلف، تدخل وعادت إلى جان في نص الملعب، يوجا ولكن كرة استعادها أيضا لاعب المنتخب الأردني هو نعمات، بيلعبها كرة في الخلف تصل إلى اللاعب يزن العرب أو مهند خير الله، بتصل إلى ياسين لبخيت في جهة اليسار، ياسين لبخيت لاعب سريع، وكرة لعبة لا توغل، الله اللعبة كانت رائعة جدا من جانب محمد الدميري الظهير ليسر ويعطي قوة هجومية ويعطي أفضلية هجومية مع ياسين بخيت الآن في الجهة اليسرى، تصبح قوة ضاربة وسرعة قوية للمنتخب الأردني في الجهة اليسرى بوضعية أفضل. يبدأ شوط المباراة الثاني للمنتخب الأردني، أداء أسرع من 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 شوط المباراة، النسخ نقل الكرة ومحاولات أسرع عما كانت عليه في شوط المباراة الأول، لذلك الآن هو متقدم في هذه المباراة بهدفين لا شيء. المنتخب النيبال الأردن هدفين، وكرة لعبت لعب رحنية عرضية ومحاولة لازالت موجودة، ولكن تغطية وتصل الآن الدميري يحاول يحافظ على كورته، يلعب كرة في الخلف لإبراهيم سعادة أو نور الروابدة، وكرة اللعبة الآن مقطوعة تصل إلى با فيصل الهداف اليوم، وبالتالي ما أكملت هذه الثنائية، راحت وضاعت على المنتخب الأردني في اللعبة الماضية. هنا ضغط وهنا محاولة والإباد والتدخل من جانب أيضا اللاعب نور الروابدة في الكرة الماضية، الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، تلعب كرة في الخلف بيشيل على طول أناناتا وعادت لسومان لاما، سومان لاما بيلعبها إلى دينيش يلعب له كرة لكن مقطوعة على طول من جانب المنتخب الأردني، تصل إلى ياسين خيت كرة في نص الملعب الآن في 7 دقائق. مستمعينا الكرام متابعينا مشاهدينا الأعزاء في الكويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء الشوط الثاني، المتقدم في المنتخب الأردني الذي تسيد المباراة وتسيد الأجواء وتسيد اللعب والخطورة، وبالتالي هذه لعبة عرضية ولكن ناحية أحمد سمير ما أكملت كرة ياسين لبخيت. الثنائي الذي أتى في شوط المباراة الثاني أتى بفعالية حقيقة لحد الآن في 7 دقائق على الأقل تقدير في شوط المباراة الثاني أتى بفعالية، وكرة لعبة الآن الدميري بيلعبها لنور الروابدة وكرة لعبة الآن محاولة موجودة إلى أحمد سمير بيلعب الكرة إلى موسى التعمري بيحاول يبحث عن ثنائية التعمري في اللعبة الماضية لكن عادت سرعان ما عادت للمنتخب الأردني الكرة هذه، وبالتالي على طول في الجهة اليسار من خير الله إلى ياسين بخيت يحاول يمر بخيت وفرصة للتسديدة ولكن كرة بعيدة من الدفاع لكن لا زالت خطورة موجودة وتمريرة ما أكملت، لم يكن متفاهم فيها هذه اللعبة حسان حداد مع زملاء في اللعبة الماضية، وبالتالي راحت الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النيبالي يعني على بالي أنه ممكن أن يكون أفضل النيبالي في شوط المباراة الثانية، لكن هذه إمكانياتهم هذه قدراتهم في هذه المباراة التي يحاول أن يقبض على كل أطراف الملعب هو المنتخب الأردني في هذا الشوط وشوط المباراة الثاني، وبالتالي يريد المزيد من الأهداف. كرة لعبة الآن لعبة الأهداف هذه وكرة إلى ياسين يحاول يلعبها إلى محمد في الجهة اليسرى محمد الدميري ولكن كرة مكملت وبالتالي أبعدت وكرة ذابت في النهاية إلى خارج الملعب إلى ركلة مرة. شوف هدف رائع جدا حقيقة لم يكن متوقعا أن يسددها ويضعها في المرمى بهذه الطريقة،
بها فيصل، وبالتالي باغت في حارس المرمى ليسجل في ثاني أهداف المنتخب الأردني. كرة اللعب في نص الملعب منتخب النيبال، يوجا للي أيضا سانتوش لسومان أوريال، سومان أوريال إلى يوجا بيلعب ليوجا طويلة، يوجا طويلة على مينيش هذا بديل في شوط المباراة الثاني، مينيش اللي كان في وضع التسلل، مينيش إلى مصلحة المنتخب الأردني، مينيش أعتقد ما كان فيها تسلل، إذن هناك في صافرة في خطأ لمصلحة المنتخب الأردني، عاقة اللاعب يزن النعيمات، خطأ. 10 دقائق مضت من شوط المباراة الثاني، هذا المدرب الوطني المدرب الكويتي مدربا للمنتخب النيبالي وعبد الله الشلاحي، يعني هذه إمكانيات الفريق، لكن أيضا هو في مباراة الودية خسر بفارق كبير من الأهداف أمام منتخب العراق في البصرة، وبالتالي هكذا النيبال هذه إمكانياته، هذا حدوده. لكن هناك تبديل، سانتوش أو من يتم تبديله الآن أو غير رأيه الآن، تأخر في التبديل، والكرة الثابتة تصبح الآن أردنية، ويبدو هو ياسين لبخيت على تنفيذ الكرة الثابتة بالنسبة للأردن التي تسعى ويسعى لاعبيها في هذه الأثناء لإحراز ثالث أهدافهم في هذه المباراة بعد الهدفين، وكرة اللعبة عالية وخروج حارس المرمى، لكن يبدو فيها خطأ وتدخل من جانب اللاعب مهند خير الله لاعب المدافع المنتخب الأردني، مهند خير الله مع حارس المرمى اشترك واضح بهذه الطريقة، كيران حارس المرمى عاقته من جانب مهند خير الله، وبالتالي خطأ لمصلحة منتخب نيبال. نيبال اللي جاهز الآن يبدل لاعبين اثنين حقيقة نيباليين، تبديل راح يجري أيضا، تبديل في نمبر 8 بيشار راي ريبليس نمبر 17 سانتوش تامين، أشيش هذا هو البديل، تبديل أجراء أيضا المدرب عبد الله الشلاحي مدرب المنتخب النيبالي بإشراك لاعبين الآن، خروج يوجا وخروج أيضا أبها شيك، هذه تبديلاته في شوط المباراة الثاني. نقترب من الربع ساعة الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان لإحداث هذه اللقاء، هذه فرصة نيبالية محاولة موجودة، وبالتالي هناك دفعة وخطأ لدفاع الأردني، وكاد أن يسرط الأنظار النيباليين بهذه الكرة ويقلصون الفارق بهدف، من هذه فرصة كاد أن يقع فيها المدافع الأردني، كاد أن يقع في الخطأ، كرة تصل إلى بها فيصل صاحب الهدفين، صاحب الهدف الرائع حقيقة من كرة ثابتة بعدما كان الأول من ركلة الجزاء التي سجلها في شوط المباراة الأول، أتى في الهدف الثاني من كرة ثابتة في الدقيقة 7، وكرة لعبت الآن عرضية خطرة ومرت كرتهم، مرت وبرت وصلت لأيضا بخيت ياسين بخيت في كرة الماضية، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب، ضغط عالي عاملة أيضا والرقابة عاملها أيضا اللاعب النيبالي أنجان باستا، ولكن أعتقد ياسين بخيت في ظهوره في شوط المباراة الثاني بهذه الطريقة أعطى سرعة للمنتخب الأردني في كراتهم المرتدة، في كراتهم الهجومية، في لعباتهم الثنائية، ولكن لم تسفر إلا عن هدف من كرة ثابتة.
لم تسفر هذه المحاولات هم في هذا الشوط وشوط المباراة الأول أيضا إلا عن طريق كرة ثابتة ما في جملة اكتملت وسجلت من قبل المنتخب الأردني في هذه المباراة، وبالتالي هذا أيضا يبقى مؤشرا ليس جيدا للمدرب فيتال بوكورنينز. وبالتالي هنا محاولة موجودة ولكن التسديدة والمحاولة تبقى ليزم النعمات، وهنا التدخل والإبعاد من جانب إريك بيستا واللعبت لها الركنية لمصلحة المنتخب الأردني بيلعبها هذا مهند غير الله تعود إلى موسى التامري، تامري رأسية ومحاولة بالرأس من جانب بافيصل ولكن الكرة إلى خارج الملعب ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النيبالي وكرة لعبة مشتركة تنشال على طول في نص الملعب، الآن عادت الكرة لي المدافع ياسين العربي إلى معتز ياسين حارس المرمى اللي نادرا ما نراه في هذه المباراة، نادرا حتى في شوط المباراة الأول ما شفناه كثير حقيقة. معتز ياسين حارس المرمى المفقود في هذه المباراة، هذا دليل على عدم وجود خطورة نيبالية على المرمى الأردني في 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 61 دقيقة التي مضت من عمر هذا اللقاء في شوطها الأول، في 16 دقيقة التي مضت من شوط المباراة الثاني لم نشاهد خطورة على المرمى للحارس معتز ياسين حارس المرمى للمنتخب الأردني. الأردنيين رغم ذلك متقدمين فقط بهدفين، هدفين في مرمى نيبال، يعني أعتقد أن هذا يعتبر نجاح من المنتخب النيبالي أن يخرج اليوم بهدفين فقط في مرمى، يعني حتى الآن هو محقق نتائج إيجابية أمام المنتخب الأردني، فارق كبير من الإمكانيات، فارق كبير في القدرات وفي الأدوات، وبالتالي كرة ملعوبة موسى تامري بيلعبها إلى جهة أيضا اللاعب الدميري وكرة لداخل المنطقة وحاولة المرور والبحث هو من جانب أيضا يزن النعمات، البحث عن ركلة جزاء يزن النعمات عن طريق هذه المحاولة والسقوط داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة، يزن النعمات واستخدام اليد من جانب المدافع النيبالي أيضا اللاعب أنا أنت في الكرة الماضية أنت، ولكن حكم المباراة لم يقل شيء، وكرة لعبة الآن كيرن حارس المرمى بالأمام لكن في نص الملعب مقطوعة وعادت لمصلحة المنتخب الأردني، هذا موسى التامري صاحب القدم اليسرى، موسى التامري مر يراوغ يحاول يخترق الدفاع لكن روت أنتشاد يتدخل في الوقت المناسب في اللعبة الماضية، وبالتالي كرة ملعوبة الآن لمنيش بيحاول يمر منيش في الكرة الماضية والتدخل ومهند خير الله، وبالتالي هناك خطأ في اعتراض للاعب الذي حاول أن يتوغل هو منيش في اللعبة الماضية عفوا. إذن خطأ لمصلحة المنتخب نيبالي ليست بالقريبة من منطقة الجزاء ولكن قد تشكل إلى حد ما خطورة على المرمى الأردني، كرة ثابتة تبقى هي لمصلحة المنتخب الأردني، لعبت في الأمام ولكن تدخل في الوقت المناسب للدميري محمد دميري لاعب نشط في الجهة اليسرى وفي الشق الدفاعي بالنسبة لمنتخب الأردن، يزن العرب كذلك في العمق الدفاعي مع أيضا مهند خير الله في العمق الدفاعي، وبالتالي هناك وجود أيضا حسان حداد تلعب كرة والرمية تماس في الخلف إلى أنانتا بيلعب لها كرة عالية أنانتا لكن دميري وياسين بخيت دميري في الجهة اليسرى في نص الملعب نور روابدة
رواب داوى بالتالي إلى يزن العربي لحارس المرمى أيضا هو ياسين معتز ياسين تصل لموسى التعمري يطالب بلمسة تيك موسى التعمري لاعب التعمري لاعب جيد حقيقة بلمسة لكن انخفض مستوى في شوط المباراة الثاني لم يكن كما كان في شوط المباراة الأول موسى التعمري اللعبة الآن في نص الملعب الكرة لمصلحة منتخب الأردن حاول يمر بالتالي في نص الملعب بنيش نبال حاول يمر لكن مقطوعة من جانب روابدة وهنا موسى التعمري يتركها تصل إلى بهاء فيصل الآن بهاء فيصل بهاء يلعب كرة في الخلف يزن العرب إلى محمد الدميري محمد الدميري في الجهة اليسرى الدميري مع الروابدة الآن لكن عاد يرى إلى يزن العرب عرب كرة في نص الملعب أحمد سمير بيلعبها إلى مهند خير الله كرة في الخلف خير الله إلى حارس المرمى معتز ياسين يزن العرب 20 دقيقة مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان عبر الكويت الرياضية من زمن شوط المباراة الثاني 65 دقيقة من عمر هذا اللقاء التقدم مستمر للنشامة بهدفين على النيباليين في منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية كأس أمم آسيا الذي سوف يكون بعد كأس العالم بعام في عام 2023 هناك تبديل الآن في هذه الأثناء إشراك اللاعب منتخب الأردني حقيقة لاعب حمزة الدردور يبدو أنه تم إشراكه الآن ثالث لاعب الدردور وأيضا لعب بهاء عبد الرحمن تبدي الرابع وكرة ملعوبة راسي وجول جول للمدافع الذي شارك في هذه الكرة في هذه الرأسية يزن العرب في كرة عرضية ورأسية يسجل ثالث أهدافهم ثلاثة أصبحت الآن للمنتخب الأردني في مرمى نيبال يسجل هدف الثالث هو يزن العرب في الدقيقة 22 في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الثاني شوف الصناعة العرضية أحسن حداد عملها على رأس اللاعب يزن العرب صناعة هي من مدافع لمدافع هو يزن العرب المدافع قلب الدفاع والظهير الأيمن الذي أرسل الكرة العرضية هو اللاعب حسان حداد صنع الهدف الثالث بعد تمرير أيضا رائع من جانب أحمد سمير أيضا هو الآخر اللي مرر كرة لإحسان حداد وسجل من خلاله هو يزن العرب برأسيته بالكرة التي ارتقى لها وبالتالي تصبح النتيجة ثلاثية للمنتخب الأردني في مرمى نيبال وكرة ملعوبة الآن ومحاولة لكن التدخل لدفاع المنتخب النيبالي وتصل الآن إلى جهة اليسار لسومان أريال مقطوعة تصل في نص الملعب إلى الدفاع النيبالي دينيش حارس المران كرون خاطئة وضغط فيصل بيلعبها لمن للبديل ومحاولة الآن إلى جهة اليمين للمنتخب الأردني وموسى بيلعب لك راضية ورئيسية حاول فيها أحمد سمير في اللعبة الماضية موسى التعمري عمل لها عرضية وكرة مشتركة وإصابة للاعب منتخب نيبال حقيقة بالسلام إن شاء الله أنانتا هو الذي أصيب في هذه الكرة المشتركة وبالتالي رأسية حمزة الدردور يعني الدردور كان قد حاول في الأولى لكن في الثانية حاول فيها أحمد يعني البديل الآخر هو أحمد سمير وبالتالي مرت
الكرة وعدت إلى 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 خارج الملعب، إلى خارج الملعب أحمد سمير وأيضا حمزة الدردور، هذه الأسماء التي أتت في هذه الأثناء في الجزء الثاني من شوط المباراة الثاني. وبالتالي المباراة الآن هي ثلاثية المنتخب الأردني في دقيقة، نمر في دقيقة 70 من عمر هذا اللقاء، والدقيقة طبعا 25 من زمن شوط المباراة الثاني. التقدم لا زال مستمرا بالنسبة للمنتخب الأردني بثلاثية في مرمى نيبالي. يكررون ذات النتيجة مباراة الذهاب، في الإياب الآن هم بثلاثية أيضا. إذن الأردن بثلاثة أهداف يرفع رصيدها من الأهداف إلى 13 هدف حقيقة، لأن قبل ذلك كان عندهم 10 أهداف المنتخب الأردني، 10 أهداف وعليهم هدفين، الآن 13 هدف. منتخبنا الوطني عنده 17 هدف وعليه 6 أهداف، الفارق من الأهداف 11، والآن أصبح فارق الأهداف بالنسبة للمنتخب الأردني 11. وبالتالي يعني عملية لا نريد أن ندخل في فارق الأهداف، ممكن تحسم الأمور، لكن إن شاء الله الأزرق يحسم الأمور في الملعب، لأن لا زالت الأمور بيده في 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 هذا في المواجهة القادمة أمام المنتخب الأردني هنا في ذات الملعب في استاد جابر. نيتنا بالتوفيق إن شاء الله للأزرق وتقديم مستوى رائع ونسيان ما قدمه في مباراة استراليا. إذا رمية تماس للمنتخب النيبالي، سومان أريال لعب رمية تماس بلمة بصدره، هو اللاعب البديل حقيقة. نوا يوك في مستوى يوك، وبالتالي خطأ لمصلحة نوا يوك، لمصلحة المنتخب النيبالي. حتى في نص الملعب منتخب الأردني، هذه مباراة السادسة ومتبقي لمباراة المنتخب الكويت واستراليا، يعني مباريات المتبقية كلام صعبة. ياسر البخيت الآن على تنفيذ الركنية لمصلحة المنتخب الأردني، يتركها لي البديل الآخر بهاء عبد الرحمن، لاعبين سبق أيضا لعب بالدوري الكويتي حقيقة. بهاء عبد الرحمن وكرة ثابتة، القائم الأول حاول فيها أحمد سمير في اللعبة الماضية، لكن رغابة موجودة لدفاع النيبالي. كرة وصلت للخلف لصاحب الهدف الثالث أو اللي صنع الهدف الثالث حقيقة، إحسان حداد بيلعبها طويل. أحسن حداد ناحية ياسين بخيت، يستلم خارج خلف المدافعين، ياسين بخيت الآن بالعرضية بيلعبها، ولكن تغطية من روت تشاند يتدخل في الكرة الماضية روت تشاند، ويمنع فرصة أكيدة كانت منتخب الأردني. لكن الانطلاقات لياسين بخيت التي من الخلف خلف المدافعين، لاعب سريع ويصنع الفارق في هذه اللعبات في هذه الانطلاقات، وبالتالي الكرة كادت أن تكون هدفا رابعا للمنتخب الأردني في اللعبة الماضية. لكن الركنية الآن بهاء عبد الرحمن على تنفيذها بالنسبة للمنتخب الأردني، على يمين حارس المرمى كيرين كومان. كرة ثابتة لعبت الآن أردنية ورأسية مرة أخرى برأسه يزن العرب في اللعبة الماضية، لكن لم يزنها بشكل جيد، وبالتالي ذابت عالية إلى خارج الملعب كرة يزن العرب في اللعبة الماضية، وبالتالي راحت فرصة كانت متاحة. شوف يزن الارتقاء بلا رقابة، وبالتالي بلا معاناة من مضايقة اللاعبين ومدافعين المنتخب النيبالي، لكن لم يكن التركيزا
حاضرا لدى اللاعب يزن العرب، وبالتالي كانت فرصة متاحة لهدف رابع بالنسبة للمنتخب الأردني. ذنبا عبد الرحمن أيضا الذي أتى في شوط المباراة الثاني من الأسماء التي زج فيها المدرب البلجيكي فيتال بوركلمنز، الذي نالت ما نالت من الانتقادات في 2019 من الصحافة الأردنية على نتائج المتواضعة، على أداء المنتخب الأردني المتواضع. وأيضا كان ذلك بعد كأس آسيا، أيضا كان متواضعا أداء الأردنيين في تفاوت في دور المجموعات، وبالتالي كانت هناك الملاحظات كثيرة على المدرب فيتال بوركلمنز البلجيكي، لكن هو يريد أن يعبر بالمنتخب الأردني مرة أخرى إلى مرحلة الحسم لتصفيات كأس العالم المتقدمة، والتي راح تكون في سبتمبر القادم، عندما يحاول بشكل جاد حقيقة لأن يحصل على المركز الثاني وأفضل أربع ثواني في المجموعات الثمانية. وطبعا هذا يعتمد على النتائج التي سوف يحققها في آخر مباراتين القادمتين. الآن هو رفع رصيده بهذه النتيجة إلى 13 نقطة، ويبقى منتخبنا الوطني بعشر نقاط بعد خسارته في الجولة الماضية أمام المنتخب الاسترالي. وبالتالي إذا كان هناك تعادلا أو خسارة لمنتخبنا فإن الأمور لن تكون بشكل جيد، لأن هي المباراة الأخيرة بالنسبة لمنتخبنا، ليست الأخيرة عفوا، ولكن هي راح تكون الأخيرة مع تايبي، ولكن يعني فرصة الأخيرة أمام المنتخب الأردني المنافس المباشر لمنتخبنا الوطني على بطاقة أو إحدى البطاقات هذه المجموعة. البطاقة الأولى محجوزة، الأستراليين عازمين، يعني صعب تماما تجاري المنتخب الأسترالي. بعض يقول لا ممكن المنتخب الأسترالي، يعني شبه منتخب أوروبي موجود حقيقة معنا في آسيا. المنتخب الأسترالي يعني بالأسماء باللاعبين أسوة بمنتخب الكوري الجنوبي، منتخب الياباني علامة فارقة في آسيا بنتائجهم. وبعد ذلك أيضا يعني المنتخب الإيراني في سنوات أيضا كنا نشاهد اللاعبين الإيرانيين محترفين في أوروبا، وبالتالي ألقى بظلال هذا الشيء على مستوى المنتخب الإيراني في آسيا. لكن لما غابت هذه الأسماء، لم تظهر أسماء إيرانية في أوروبا، بدأ المنتخب الإيراني يبتعد عن المنافسة. لابد أن تملك الآن لاعبين يلعبون في الدوريات الأوروبية حتى يعطونك الأفضلية في المنافسات القارية. كرة لعبت الآن في العمق، ومحاولة ديميري، الظهير الديميري، ويطالبون بلمسة يد في اللعبة الماضية من محمد ديميري الذي أرسل كرة في العمق في داخل منطقة الجزاء، وكادت أن تأتي في اللعبة الماضية، لكن الأردنيين لا اكتفوا، يبدو بالثلاثية، هل يزيدون بهدف رابع في مرمى المنتخب الأردني؟ كيرن بيشيلها على طول، كيرن حقيقة كومار أوقف كثير من المحاولات والفرص في العشر دقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول، كانت كفيلة بأن ترفع النتيجة الآن إلى 5 أهداف، ولكن حارس المرمى وقف أمام تلك المحاولات، وبالتالي الأمور تبقى الآن في شوطها الثاني حتى دقيقة 78 من عمر هذا اللقاء، وطبعا على بعد 12 دقيقة أي في دقيقة 33 من زمن شوط المباراة الثاني. لازلنا نتابع هذه المباراة، والتقدم مستمر للمنتخب الأردني بثلاثية في مرمى نيبال بذات النتيجة التي حققوها في مباراة الذهاب، يكررونها هنا في استاد جابر في الياب في هذه البطولة المجمعة بإثر جائحة كورونا، والتي تم التوقف فيها لأكثر من عام ونصف حقيقة. يعني المباراة الرسمية عادت لهذه المجموعات في هذه الفترة، وبالتالي الكل سوف تنتهي في منتصف هذا الشهر كل المنافسات هذه المجموعة. كرة ملعوبة الآن أرضية من جانب أيضا صانع الهدف الثالث إحسان حداد، لكن يبدو أن كرة عبرت وأصبحت الآن هي ركلة مرمى لمصلحة منتخب نيبال. نيبال مرة أخرى يخسر أمام المنتخب الأردني، وهنا أيضا عدي الصيف اللاعب المخضرم، 5 تغييرات المنتخب
الأردني وأيضا خامس تغييرات المدرب البلجيكي فيتال بوركلمز راح تكون على حساب بهاء فيصل صاحب الهدفين في هذه المباراة من أصل 3 أهداف سجلها المنتخب الأردني في هذا المساء. في بهاء فيصل من ركلة جزاء هذه التي سددت في الدقيقة 22 من الشوط المباراة الأول وهنا ثابتة في أول دقائق الشوط المباراة الثاني باقت في حارس المرمى هو بهاء فيصل الذي قدم مباراة جيدة بتسجيل هدفين في مرمى نيبال. كرة لعبة الآن ومحاولة بينية طولية ولكن على طول الديميري محمد ديميري بذكاء بخبرته عملها وبالتالي أبعدها وأصبحت لمصلحة منتخب بلاده لحارس مرمى معتز. وهنا لمسة اليد حقيقة التي لم تكن مقصودة كما يرى حكم المباراة الماليزي ولكن الكرة لعبة الآن نيبال بحاول المرور نيبال وبالتالي تمريرة لنواين نواين وبالتالي مقطوعة موسى التعمري موسى التعمري وبالتالي تصل إلى الحداد إحسان حداد يلعب كرة في نص الملعب يترك أحمد سمير لكن الرقابة وبالتالي كرة مقطوعة نيبالية الآن محاولة لسونال ولكن استعجلوا شوي ما في ثقة لابد أن تكون في ثقة في النفس في الكرات هذه واحتفاظ فيها أكثر حاولون يخلصون الكرة بسرعة وبالتالي الكرة تضيع على سونال وعلى نيبال وكرة لعبت 10 دقائق الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني عدي الصيفي الذي أتى بديلا لبهاء فيصل يحاول هو الآخر لزملاء في المنتخب الأردني تسجيل مزيد من الأهداف في ما تبقى في هذه الدقائق المتبقية في شوط المباراة الثانية حتى لا يدخلوا في مرحلة ما يحتاجون هذه الأهداف حسبة الأهداف إذا تعادلت النقاط وبالتالي كرة مقطوعة وعادت إلى أحمد سمير بيلعبها وكرة إلى توغول الدردور طبعا بالغ فيها الدردور حمزة الدردور في اللعبة الماضية طالت من حمزة الدردور إلى خارج الملعب هذا عدد سيفي لاعب يتألق في كل مركز حقيقة تضع باك ظهير أيمن يجيد الظهير جناح أيمن مهاجم سوبر حقيقة مجهود كبير رغم تقدمه بالسن لكن مجهوده وفير في أرضية ملعب المباراة لذلك تم استدعاء مرة أخرى لتشكيلة المنتخب الأردني عن طريق المدرب البلجيكي فيتال بوركلمز في الفترة الأخيرة وبالتالي كرة مقطوعة عادت الكرة الآن إلى ياسين بخيت وديميري طالب بخطأ محمد ديميري لكن الكرة لعبت إلى إحسان حداد الظهير الأيمن الآن حداد موسى التامري ما قدم شيء في شوط المباراة الثانية لكن الفريق أيضا متقدم وكرة لعبت الآن التعمري بمرر ولكن كرة مقطوعة عادت مرة إلى موسى التامري بيلعبها لعدي صيفي بيلعبها وكرة التعمري بيلعبها لإحسان حداد الآن حداد بيلعبها كرة في نص الملعب وتصل إلى حمزة الدردور يضغط حمزة الدردور على الكرة هذه ويستعيدها وتعود الكرة إلى أحمد سمير إلى عدي صيفي إلى موسى التعمري بيحاول يسدد لكن وين الكرة بعيدة تماما تركيز لابد أن يكون هناك تركيز في هذه الكرات في هذه اللعبات في هذه الفرص في هذه الكرات التي تتاح لأن بدأ يفقدون تركيزهم لاعبين منتخب الأردني في إنهاء كرتهم في إنهاء لعبتهم وبالتالي نتيجتهم لم تتغير منذ تسجيل هذا اللاعب يزن العرب الهدف الثالث في مرمى المنتخب النيبالي كان في الدقائق 20 من زمن شوط المباراة الثاني وعلى ذلك الأمور لم تتغير ثلاثية أردنية في مرمى نيبال لا زالت مستمرة وياسين الخيت الآن كرة لعبت إلى ديميري محمد ديميري وضغط عليه من جانب أيضا لاعب النيبالي البديل في الكرة الماضية وبالتالي هناك خطأ يوجد وبالتالي خطأ وطالب حكم المباراة أيضا الهدوء من الديميري وكرة لعبة ياسين وكرة مقطوعة تصل إلى منيش كرة مع نيبال والتمرير لكن بها تدخل بها في الوقت المناسب في اللعبة الماضية وبالتالي تصل إلى جهة اليمين الآن إلى موسى التامري إلى إحسان حداد
ينتظر أيضا قوسي لكن عادت إلى التامري، التامري إلى عدي، عدي سيفي، سيفي يعود بالكرة في الخلف إلى بهاء عبد الرحمن وإلى أيضا إلى 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 مهند خير الله. مهند خير الله بلعبة طويلة عالية في الأمام لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب ركلة مرمى، ركلة مرمى آخر 6 دقائق تقريبا. مشاهدينا الأعزاء متابعينا عبر كويت الرياضية لأحداث هذا اللقاء في ثاني أيام هذه التصفيات المتجمعة في الكويت وتستضيفها دولة الكويت من 3 إلى 15 يونيو. والنتائج طبعا النيبال فازت على الصين تايبي في أولى مبارياتها الخميس الماضي بهدفين لا شيء، ومنتخبنا الذي خسر أمام استراليا ب3 أهداف. والآن منتخب نيبال في ثاني دور له في استاد جابر في هذه التصفيات يخسر أمام المنتخب الأردني ب3 أهداف لا شيء. وأيضا هناك بعد هذه المباراة اليوم أيضا استراليا مع الصين تايبي راح تكون مع زميلي أيضا إبراهيم بشال معاكم في هذه المباراة الثانية التي تكون 10 مساء. لكن أحداث هذه المباراة يبدو أنها توقفت عند دقيقة 22 أو 20 من زمن شوط المباراة الثانية عندما سجل يزن العرب 3 أهداف المنتخب الأردني، ولا زالت النتيجة لم تتغير. نحن على بعد 4 دقائق فقط من الوقت الأصلي لنهاية اللقاء وشوط المباراة الثانية. هذا يزن العرب صاحب الهدف الثالث وهو قائد الدفاع وقلب الدفاع بالنسبة للمنتخب الأردني، حداد حسين حداد إلى مهند خير الله، تصل إلى يزن العرب، كرة مع الأردن الذي يتقدم في هذه المباراة، يرفع رصيده إلى 13 نقطة وبالتالي يصبح هو في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المنتخب الإسترالي. اليوم بدأ فاز الإستراليين يرفعون رصيدهم إلى 18 نقطة وبالتالي تصبح النقاط 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني والمنتخب الأردني. وبالتالي إذا تعثر لا قدر الله منتخبنا في تلك المباراة أمام الأردن فالفارق كبير، وبالتالي فرصنا ضئيلة جدا، فرصنا ضئيلة جدا في إذا كانت سلبية نتيجة مباراة المنتخب الكويت والأردن. نأمل أن يحقق الإيجابية في تلك المباراة أمام المنتخب الأردني هنا في نفس الاستاد في ثاني ظهور بالنسبة للفريقين منتخب الأردن ومنتخبنا الوطني. كرة عودة صيفي بيلعب كرة في الخلف ياسين الخيط والتسديد على المرمى ولكنها مرت بعيدة على القائم الأيسر. كرة ياسين الخيط في محاولة لهز الشباك بشكل مباشر في تلك المحاولة صاحب الجناح الأيسر بالنسبة للمنتخب الأردني، ضاعت فرصة، راحت كرة لم تأتي فرصة الرابع ولم تقترب في بعض الأحيان كثيرا فرصة الرابع، وبالتالي كرة الياسين هذه بعيدة إلى حد ما عن المرمى وبالتالي تذهب فرصة من الفرص التي أتيحت في هذه المباراة منتخب الأردني التي لم يحسن استغلالها كما كانت في شوط المباراة الأول. هي أكثر خطورة، أكثر فرص تم إضاعتها كانت في شوط المباراة الأول وتحديدا في آخر 10 دقائق شوط المباراة الأول. لكن رغم ذلك الأردنيين متقدمين على النيباليين ب3. كرة في نص الملعب الآن إلى عدي الصيفي، صيفي بيلعبها إلى أحمد سمير، تصل الآن إلى إحسان حداد، أحمد سمير في نص الملعب يعود بالكرة إلى مهند خير الله، خير الله في نص الملعب الآن إلى بهاء عبد الرحمن، تغيير اللعب إلى جهة اليسار، الدميري مع الكرة في نص الملعب تصل إلى حمزة دردور، حمزة دردور يبحث عن زميل وبيمرر لكن ياسين بخيت مع الدردور، بخيت كرة معاه بيلعب إلى أحمد سمير أمام مرمى وتسديدة لكن بدون تركيز هذه التسديدة من أحمد سمير تذهب بعيدا إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. آخر دقيقة، آخر دقائق، آخر ثواني من الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني في هذا اللقاء، التقدم أردني مستمرا
في مواجهة هنا في استاد جابر المواجهة الإياب لمنافسات المجموعة الثانية المؤهلة المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا 2023-2022 كأس آسيا في الصين 23 وفي كأس العالم في الدوحة 2022 في العام القادم. كرة اللعبة الآن لوردون الثلاثية هل تكون كافية؟ نيباليين ما قدموا ولا كرة خطرة ولا تسديدة على المرمى بعد مضي الآن بالضبط 89 دقيقة من عمر هذا اللقاء، ما في ولا تسديدة على مرمى معتز ياسين حارس مرمى المنتخب الأردني. كرة اللعبة الآن حسان حداد، حداد بيلعبها بيغير اللعب ناحية إسماعيل أو عفوا ياسين، ياسين بخيت وكرة اللعبة الآن إلى كيرين، كيرين كومار طويلة حارس المرمى وتلعب مقطوعة الآن ديميري بيلعبها إلى ياسين في النص لبخيت ياسين، ياسين لبخيت في نص الملعب لمصلحة المنتخب الأردني عدي الصيفي مرة أخرى يلعبها لي حسان حداد إلى موسى التعمري، موسى التعمري قصيرة إلى عدي الصيفي التعمري، موسى موسى التعمري بيلعبها إلى ياسين العرضية الأرضية وتسلل كان كان في وضع التسلل هو اللاعب ياسين، ياسين لبخيت. إذن حكم المباراة يعطي 4 دقائق وقت بدأ ضايع في هذا الشوط حقيقة، شوط المباراة الأول أعطى أيضا 4 دقائق، شوط المباراة الثاني أيضا 4 دقائق. سخي المدرب الحكم سخي بالدقائق 4 دقائق في شوط المباراة الأول و4 دقائق في شوط المباراة الثانية. أعتقد الشوط الأول كان يستدعي بالفعل، كان هناك إيقافات وإصابات، لكن أعتقد الشوط المباراة الثاني 4 دقائق ما في شيء عدا يمكن التبديلات، يعني ممكن ترفعها إلى 4 دقائق ممكن ذلك. كرة الآن لمصلحة المنتخب الأردني، محاولة للمرور وحمزة الدردور يمر يحاول ومر، ولكن في النهاية في النهاية النهاية وين؟ النهاية وين؟ إلى خارج الملعب. إنك تمر أصبح سهل إنك تمر، لكن صعب أن تنهيها في الشباك. هذا ما يتمناه الأردنيين، هذا ما يرقبوا فيه الأردنيين، يعني التوغل أصبح بات سهلا في 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 عمق الدفاع النيبالي، لكن بعد ذلك وين؟ بعد ذلك أين؟ بعد ذلك كيف يكون السيناريو؟ تضيع الكرة، أغلب كرات بهذه الطريقة. المنتخب الأردني لم يسجل من لعبة مكتملة إلا هدف لحد الآن في هذه المباراة، لأن هدف يزن العرب كان في لعبة بتمريرة عرضية وبرأسية، أول هدفه من ركلة جزاء، الهدف الأول، الهدف الثاني من كرة ثابتة، لكن من الكرة ملعوبة كان فقط الهدف الثالث كرة ملعوبة الأرضية، ولكن مرت الكرة هذه عدت على خير على مرمى المنتخب النبالي إلى خارج الملعب والرمية التماس. ياسين لبخيت ويزن العرب، ياسين لبخيت يمر بشكل سلس، ياسين لبخيت حاول، لكن الخطوة الثانية الأهم، المهم أنك مر من الأولى، المهم أنك تمرر الثانية، وبالتالي ياسين الخيط لم ينجح في الثانية، ولذلك أوه خروج حارس المرمى، خروج حارس المرمى بهذه الطريقة وإصابة اللاعب النيبالي معتز ياسين في أول كرة خطرة بعد مضي تقريبا 92 دقيقة لم تكن هناك كرات تستدعي دخوله وخروجه من المرمى. الآن بعد 92 دقيقة تأتي الكرة النيبال التي استدعت دخوله واحتكاك ملاعب المنتخب النيبالي، بالسلام إن شاء الله لاعب المنتخب النيبالي في هذه الكرة، وهذا الاحتكاك شايف لاعب البديل نوايوك إصابة نوايوك باشتراكه مع حارس المرمى معتز ياسين. الثواني قليلة المتبقية من الوقت بدل ضايع تسبح حكم المباراة محمد عزيز، محمد يعقوب أمير من ماليزيا حكم اللقاء. كرة اللعبة طويلة في الأمام، طويلة في النص مقطوعة، عادت نيبال حاول
منتخب بنيبال يسدد من خارج منطقة الجزاء. ياسين مخيط في كرة مرتدة بيلعبها إلى عدي السيفي. ثواني انتهت الأربع أو دقائق الأربع انتهت وقت بدضايع. عدي السيفي الآن في هجوم بيلعبها كرة عرضية، لكن وين انتهت الكرة العرضية؟ تنتهي وبالتالي أيضا المباراة تنتهي بهذه الطريقة من صافرة حكم المباراة الماليزي محمد أمير، ليفوز المنتخب الأردني على النيبالي بثلاث أهداف للا شيء، بحققه ذات نتيجة الذهاب في الإياب هنا في استاد جابر أيضا بذات نتيجة ثلاثة لا شيء. أعزائي المشاهدين متابعينا في كل مكان، لكم مني أجمل تحية من محدثكم بدر الشداد يتناول الطيب المتابعة مع أحداث تصفيات كأس العالم المشتركة وكأس آسيا عبر كويت الرياضية. بعد فاصل تلتقون بزميلي في الاستوديو التحليلي. إلى اللقاء.